مساء الخير يا أعزائي، مرحب فيكم مجددا على الفريجرنس هوليك ليبانون بيروت فريجرنس باشن. كل شخص بحب هالمواضيع اللي لها علاقة بالعطور بتمنى عليه يعمل سبسكرايب، وإذا عجبه الفيديو أكيد بقدر له كتير إذا بيعمل لي لايك. أوكي، اليوم رح نحكي عن عطر من دار جيرلان. رح نحكي عن التاريخ اليوم بصناعة العطور. دار جيرلان هي من أقدم الدور اللي بتعمل عطور، من العام 1828 هن بيعملوا عطور، حتى في نقاش بالمجتمع العطري اذا هن يعتبروا نيش او ديزاينر. في ناس بتقول نيش، ناس بتقول لا ديزاينر، مع انه هن ما عندهم ماركة، ما عندهم تياب اسمها جيرلان او جلديات او جزادين مثلا مثل الديور والشانيل، لا هن بيعملوا عطور ومستحضرات تجميل وميك اب. اوكي، شوفوا من 1828 فشركة عريقة تعمل عطور كتير حلوة، أنا كتير بتعجبني العطور تبعهم، حتى بيستعملوا أهم مكونات وإنجريدينتس، يعني هاي كواليتي إنجريدينتس بالعطور تبعهم. عطر الأبيروج بالنسبة إلي أيقونة، مثل الفيتيفر، مثل عطر الفيتيفر. هذا العطر تم إصداره عام 1965، عمل هذا العطر جون بول جيرلان، هو صاحب الشركة جون بول جيرلان. اوكي، ليش سموه ابي روج؟ شو هالتسمية؟ هي اشارة الى السترة الحمراء اللي كانوا يلبسوها الجوكر، اللي هن بيركبوا على الحصان وبيكونوا بيقودوا حفلات الصيد، صيد الثعالب كان بفرنسا درجة، يعني الطبقة الارستقراطية، الارستقراطس يعني بفرنسا الطبقة المخملية، كانوا يتصيدوا الثعالب، وكان هذا الشخص الجوكر يلبس السترة الحمراء ويركب على الحصان ويمشي قدامهم مع الكلاب يلحقوا الثعالب. فهذه الإشارة لهذه الهواية اللي هي هلأ صارت أكيد ممنوعة، ممنوع صيد الثعالب بقى بهالأيام. هذا العطر قلنا 1965، رجعوا أعادوا إصداره بال 2003 بهذا الشكل. أوكي، هيدا القنينة وبهيدي العلبة. اوكي، انا عندي هيدا اصدار جديد من الموجود هلا بالسوق اللي بيجي له الغطاء الاحمر، رح احط الاصدارات كلها على الشاشة. اوكي، هيدا تستر لانه ما له غطاء، وهيدا الاصدار يمكن هيدا 2008 2009 ما بعرف اي سنة. اوكي، بس قديم، يعني عملت جهد كبير لقيت هذا الاصدار. هيدي العلبة تبعه بتجي هيدا بهالشكل، اوكي بتجي هيك كلها حمراء، والغطا بيجي كروم. اوكي، هيدا 2015 او 2016 تستر وقتها اشتريته. شوفوا قديه استعملته لهيدا العطر. هلا حجم العبوة، حجم الزجاجة 100 ملي، هو اللي بيجي حجمه 100 ملي. في عنا قياس 50 ملي وفي قياس 200 ملي الكبير. اوكي، وتركيزها بيجي اودو تواليت. انعمل منه اصدار الاودو بارفوم بس ما كتير نجح، طلع كتير سويت، حسيته كتير سويت، يعني انا على طول بفضل الاودو تواليت. اوكي، بالنسبة للسبراير طبعاً الجيرلان، السبراير كتير منيح، حتى السبراير بيجيبوا احلى كواليتي. الريحة عنا افتتاحية حمضيات، الليمون، البرتقال، البرجموت، اللايم والتانجرين اورنج. اوكي، مع خشب الورد البرازيلي والحبق، هول بالافتتاحية. بالوسط عنا الورد القرنفل، خشب الصندل، القرفة، الباتشولي، الياسمين، وخشب الارز. وشوفوا شو في مكونات، يعني بالقاعدة عنا فانيلا، جلد عنبر، بنزوين، طحلب السنديان واللبدانون. اوكي، يعني عطور فرنسية قد ما كان فيها مكونات كانت تتميز بهالكوكتيل يعني. اوكي، عطر كومبلكس، يعني عطر معقد بس رائع، بالنسبة إلي عطر رائع. أداؤه هذا العطر رغم انه اعادة اصداره وال يعني هيدي بال 2003 رجع نعمل ريفورموليشن، رجع اجى هذا الشكل مع الغطاء الاحمر، بعده اداؤه منيح بالنسبة الي. الاصدارات الجديدة عم تعطي تقريبا من 6 ل 7 ساعات ثبات
وأول ساعة لساعة ونص فواحان كتير منيح. هذا الإصدار إذا بتلاقوه أكيد بنصحكم تجيبوه، يعني الإصدار اللي قبل 2015 أداؤه كان من 7 ل 8 ساعات وشي ساعتين فواحان أول شي، يعني مش هالفرق الكبير، بعده كعطر كتير قديم بعده مقبول أداؤه. أوكي، فالأداء إجمالا منيح يعني جيد إلى جيد جدا. الفصول أكيد أنا بفضله بالخريف والشتاء، بتعدوا عن الصيف لأنه عطر قوي فيه عقصة قوية، بالصيف ممكن يكون مزعج لألكم حتى يعني، فاستعملوه بالفصول الباردة. أوكي، وبالنسبة للإطراءات أخذ كتير على إطراءات، شوفوا قدام بستعملوا هالعطر، يعني بستعمله أكتر من غيره، أخذ عليه إطراءات من كذا سيدة، عطر بحبوه السيدات يعني أكيد. أوكي، هذا بالنسبة للإطراءات. سعره هذا العطر بحدود 50 60 دولار، عم نحكي عن عبوة 100 ملي، وإذا بتلاقوه تستر بيكون بحدود 40 45 دولار التستر، بس انتبهوا التستر بيجي بلا الغطاء، بيجي هيك بهذا الشكل. اوكي، هلا اجمالا كلهم راح يكونوا الاصدار الجديد اللي له الغطاء الاحمر. اوكي، هيدا هي جيرلان ابي روج، ايقونة عطرية بالنسبة لي، كل شخص بحب العطور الكلاسيكية هذا العطر لازم يكون عنده بمجموعته، هيدا والفيتيفر اكيد والكوروس، وهول العطور لازم يكونوا عندكم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ونشوفكم بفيديوهات جديدة.